السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين معاكم في برنامج ازاي بلدر، ومنصة بتحتوي على حساب التكاليف ومربوطة بالبيم، مربوطة بال4D، وده بيدي ميزة ان المشروع كله يكون متكامل. دلوقتي هنشوف الموديل بعد ما رفعناه. اقدر اجي من هنا اقول له زوم، اقول له زوم على السيليكشن. لو انا عامل سيليكشن مثلا كده اقول له زوم سيليكشن، او لو انا موجود في مكان وعايز اشوف الموديل كله اقول له فيت، فيبدا يجيب لي الموديل كله بالشكل دوت. ممكن اقول له فيوز، فابدا اشوف بقى انا عايز اني فيو مثلا من الفرونت، من هنا من هنا، وهكذا. طيب ممكن اقول له الكريب بوكس. لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز كريب بوكس، اقدر اتحرك بالشكل دوت بحيث ابقى شايف الموديل. ده بيساعدني ان انا اوري الناس الجزء من المبنى بالشكل ده. وممكن اقول له انا عايز كليب بلان، اقول له كليب بلان، وابدا اضيف مثلا من ناحيه الاكس، من ناحيه الواي، من ناحيه الزد، واقدر اطلع وانزل بيه زي ما انا عايز. وممكن اضيف اكتر من واحد في نفس الوقت، عايز اتحرك كده واتحرك كده في نفس الوقت. ممكن اقول له ديليت اول. عندي حاجه اسمها انفيرت سيلكشن. يعني ايه انفيرت سيلكشن؟ يعني انا ببقى عامل سيلكت على جزء، تمام؟ يعني مثلا عملت سيلكت على الوول، لما اقول له انفيرت بيعكس لي سيلكشن ويعمل سيلكت على كل حاجه ما عدا الحاجه اللي انا عاملها على سيلكت. يعني لو جيت دلوقتي وقلت له ايزوليت، هتلاقي كل حاجه اتعمل لها ايزوليت والحواجز كلها اختفت. طيب ممكن اقول له الزر كله واعمل سيلكت مثلا على الباب ده والباب ده، اقول له انفيرت، فيبدا يعمل لي سيلكت على كل حاجه ما عدا البابين دول. وفي حاجه اسمها سيميلر. لو انا عامل سيلكت على الباب ده وقلت له سيميلر، هيبدا يشوف العناصر اللي زيه ويبدا يعمل لها سيلكت. الاربع ابواب زي بعض، فانا عملت سيلكت لواحد، فعمل سيلكت لكل باب في المشروع اللي زي الباب دوت. دلوقتي اقول له ايزوليت، فيبدا يقفل كل حاجه ما عدا الاربع ابواب.